إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والفيجاس بالبيونين بالبيوناج الفايبرز برضه ما يهمش. خد انا البروكس مالهوت اوريونت سواء السما فاتت او البارا السما فاتت اللي رايحين لها الاثنين رايحين يخلوها تعمل ريلاكسيشن. الاثنين رايحين يخلوها تعمل بينما البارا السما فاتت اللي رايح لمنطقه الفايبرز هو اللي بيخليها تعمل كونزكشن. وده اللي بيخليها تعمل عشان كده الاستومك كان بتيجي تديها ثلاث وظائف. اول وظيفه اسمها ستورنج فانكشن. وتاني وظيفه ومعاها ثالث وظيفه اسمه ميكسنج اند ايمتينج. طب وانت دكتور ليه كتبت الثانيه والثالثه مع بعض؟ اقول لك حالا بس انا مبسوطها. المعده اول وظيفه ليها انها تخزن الاكل دلوقتي. قال لي واضح ان دي وظيفه البلوكس والموتوريوت. قلت له عشان كده البلوكس والموتوريوت يعني مش مطلوب منها انها تقوى خاص. هي دايما بالبلاكس. وكل ما الاكل يجي لها اكثر تريح اكثر. فده برضه اسمه ريسبتيف ريلاكسيشن. اسمه ايه حضرتك؟ ريسبتيف ريلاكسيشن. اذا ريسبتيف ريلاكسيشن حضرتك سمعت مرتين لغايه. أول مرة عند أم أحمد بتاع اللغز في الدور سنتر لما الأكل جه قمنا مريحين وعدينا الأكل. طيب وتاني مرة يا حنين في المعدة نفسها في البوكس والمونتريولت أول ما الأكل جه فالمعدة بتسرح. من يقود عملية راحة البوكس والمونتريولت؟ دول السيمباثيك والبارا سيمباثيك فيجن بيورينرج. ولا سمعت الدواء جاي باليورين ريلاكسيشن زي مين؟ زي السمعت. عشان كده الجزء الدوكس من المعده لا يقطع خالص. معايا سؤال؟ ليه حد يحطك معدتك؟ بسبب الريسبت اوف ريلاكسيشن دوت حضرتك بتاكل فمعدتك تريح وتستوعب. فتاكل تاني فمعدتك تريح وتستوعب تاني فتاكل تاني تقعد معدتك تريح وتستوعب من غير زياده ضغط. وسلسبيل فاكر الجمله ديت في سنه اولى كان ديت الكومبلاينس بتاعت الستوك كانت عاليه. يعني الاكل يخش 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 والبريشر ما بيزيدش. ما بيزيدش ليه؟ عشان المعده فيها ريسبتيف ريلاكسيشن. ما مش مهم سنه اولى اصلا. سنه اولى راحت وقفلنا بقى حسن بعد ما الاكل دخل وحضرتك نزلت هنا في البوكس مرموز في فبعد شويه هيبدا يقع فين؟ بحكم الجاذبيه وبحكم ان كده كده ده اللي تحت وده اللي فوق فلا هينزل على الديستال. الديستال بقى جايبها بولا سيماتيك فيبدا البولا سيماتيك وجود الاكل بسبب المنتجات نيرفس سيستم وبسبب البيكو فيجا ريفلكسز. بس المره دي هتلاقي الفيجاس اللي جاي لنا بيطلع ستايك مين فهيعمل ايه؟ هيعمل كونسكشن. فتبدا يا سميه موجه انقباضيه في منتصف الجريت ريجريشن دايت. تبدا تمشي 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 وكانها زي البريستالسيس واخد الاكل ورايحه ماشيين يا دكتوره مالي ماشيين 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 ثم نصطدم بحقيقه ان هناك بايلوريتس فين وان الفيروس بفتحته ضيقه قوي 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 فيحصل حاجه اسمها اذا انا هنا بستخدم البريستنسس في تحقيق وظيفه اسمها تمام. خدت 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 فالمحبس قافل. ايه اللي حصل؟ قال لك انه اتخبطنا اتطحنا واختبطنا بس ما عندناش.
اتخلطنا ومعرفناش نعدي، اتخلطنا واتحنا واختلطنا ومعدناش. طب كمان مره اتخلطنا واتحنا واختلطنا ومعدناش بس بقينا فلويد، فهوب هوب 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 انا عدت شويه، فيحصل عمليه اسمها انا فاهم حاجه يبقى من يلا قبل ما نجلع، يبقى ليه الميكسنج والليمتنج مع بعض تو فانكشنز هتشرحهم سوا، لان الاثنين واخدين على نفس الحركه اللي هي حركه ايه يا حنين؟ حركه الكونتراكشنز بتاعت الديستال موتور يونت، حركه ايه؟ الكونتراكشنز بتاعت من ينفع كل الكونتراكشنز بتاعت الكوتشن؟ الكوتشن ما تطورتش اصلا، ولا الكونتراكشنز بتاعت مين يا مجيد؟ الديستال موتور يونت بتبدا فين الموجه مشال؟ في الميدل وفي الديتريكال ريتش، وبعدين هي موجه انقباضيه كانها شبه البيستالسيس ولكنها تصطدم بالبايلوت اوبننج ضيقه والمخزن مقفول فالاكل ما بيعديش يطحن ولا يختلط ويطحن ولا يختلط لغايه ما يبقى فلويد. الموجه مش البيستالسيس. الموجه ايه؟ هي تشبه اتفقنا؟ هي تشبه البيستالسيس في نفس الفكره ان انت ماشي كونتراكشن ووراء كونتراكشن قدامك كونتراكشن ووراء وريلاكسيشن قدامك بس لما بتيجي هنا المخزن ما بيفتحش يفضل قافل. تمام؟ معايا؟ وبعدين؟ قال لك طب ما انا ممكن بعد ما اعدي الاكل وانا رايح الاكل يرجع تاني. لا هو الجزء ده بيبقى منقبض معاك وبيقعد منقبض فتره اطول. ان ده بيفضل قافل كده فترات اطول كده كده. يبقى البايبوليك اوبننج انا وبعض يعني تقريبا مقفول طول الوقت. ما ينفعش تفتح عليا، لما تبقى فلوس هنعدي. وحد شاطر ولا كياس جوافه يقول اقل عدد من الكونتراكشنز ثلاثه واكبر عدد من الكونتراكشنز ها أن هناك لوكال ريفلكس، لا
حاجه، انا بكتب نفس الكلام كل شويه، بس ممكن العب فيه بقى لوكال بريس. وهناك فيجو بيجن، الاكل في المعده في البيجاس بعد، والفيجاس بعد ما بعد هو اللي جاب وشغل اوت. وهناك انتينو جاستريك ريفلكس. ايه بقى انتينو جاستريك ريفلكس ده؟ هو ده الصبر. انتينو جاستريك. الاكل بقى في الامعاء. لو كنت كده عايز المعده تشتغل ولا ما تشتغلش؟ الاكل في الامعاء بتعمل ايه في معدتك؟ تقوم الانتستن بعد اشارات تاثر على الاستومك وتقلل شغلها. يا عم بالبلدي كده، لما الاكل يبقى في معدتك بنطلع الاندستريم، تشغل الريفلكسز، تشغل المعده. الاكل يوصل لامعائك، نطلع اعداء الاندستريم، نشغل الريفلكس تاني، يقلل له شغل المعده. والسلام عليكم. صعب يا بلد؟ بس انا عايز اسال ربنا سؤال. بالنسبه للدكتور اميره، انا بسال عن الايميتنج. ايه زوده ايه اللي بقلده فيه هرمونز وفي نيرفس؟ قلت لها طب الكونسستنسي اوف فود تفرق؟ يعني نوع الاكل اللي انا واكله يفرق؟ قالت لي اه. فاكيد لو انت واكل، لو انت شارب عصير، لو انت شارب العصير يا محمد خد بالك هو اصلا عصير فلوت، يبقى من اول موجه الميتنج بيحصل. انما لو انت بقى واخد رز ولحمه وبتاع وكده مسلسل، استنى بقى مع بعض اطحن بقى. عشان كده بعد الغدا حضرتك تلاقي نفسك ايه؟ قاعد نايم على ظهرك كده مش عارف تتحرك. ليه؟ انت مستني ما كل الشغل هنا عمالين نخبط نخبط لغايه ما نخلص، وبعدين تبدا تقف تاني على رجليك. طب الفينو؟ فاهمين حاجه؟ لان الفينو اصلا بيتفتفت كده وهو نازل لوحده اساسا. ماشي. الأكل في المعدة، المعدة بتشغل نفسها، نلبس وهرمون. الأكل في الأمعاء، الأمعاء بتوقف في المعدة، نلبس وهرمون. عايز مية؟ آخر حاجة بقى هي أشياء أخرى. يعني مثلا الوجع بيقلل الايميتي، وانت بتتقلل معدتك ما بتتحركش، وده احد الاسباب اللي بتخليك ما بتاكلش. لان سنه اولى وانت عارف طول ما معدتك مليانه هيبقى عندك احساس بالشبع وانك مش عايز تاكل. خدت بالك حاجه؟ يبقى لما حضرتك تبقى عندك وجع، واحد يقول لك يا دكتور الموضوع انا ممكن اقول 50 طريقه. الوجع بيقلل الايميتي ليه؟ لان الوجع بيشغل السمباتيك، فطبيعي انه يوقف الخلاص اذا فشلت المرحله. كانت مش مهم بقى تفسيرات يا عم حسن، يعني انا عارف انك عميق في العلم، بس احنا عارف البرين بيعمل ايه في الايميتين. طب والايموشنز، المشاعر والانفعالات؟ قال لك لا معلش، الناس مش زي بعض، ناس عندهم ما تزيد وناس عندهم ما تقل. عشان كده في ناس تزعل تاكل وقت، تفضح تاكل اكتر من كده، واي حاجه عنده الاثار بياكل اكتر. وفي ناس تانيه تزعل ما تقدرش تاكل خالص، ويبقى فرحان انا حاسس ان انا باكل خروف. ليه يا عم فرحان؟ الناس مش زي بعض. يبقى البيت كده كده هي الايموشنز جايز تزود وجايز تقل. معايا؟ صعب الموت الفانكشن في الاستوك بيتعب الكلام. صح يا زويل؟ ليلى هتقول لما الدكتور في موضوع عنده وتوطين الاستومك هنخلصه ونمشي. الموضوع الاول اسمه الهانجر بينز او الهانجر كونتراكشن. احنا المصريين بنقول عليها امير يا اميره عصافير البطن بتصوصر. ايه عصافير البطن بتصوصر ديت؟ قال لك ده حضرتك لما بتجوع وهيبو جواسينيا لما بتحصل بيبدا يتبعت اشارات للابيتايت سنترز اللي هو الفيلينج، فتبدا تحس ان انت جعان. ويتبعت اشارات للفيجاس تشغله. تبعت اشارات لمين يا حسن؟ فالفيجاس لما بيشتغل من الجايه المنطقه ديت يخليها
تكون زيرو مع انه في شكل. بعدها في اللعبه بيعمل عمل ايه؟ عمل انتعاصف الجوع، لان المعده بتنطلق على نفسها كانها بتعصف في نفسها. انت فاهم اللي انا بقوله؟ يبقى ايه هي الهانجر بينز او الهانجر كونتراكشن زي في الدراسه السابقه؟ اضطرابات المعده اثناء الجوع. طب وحصلت ليه؟ قال لك حصلت علشان الهايبوجلايسيميا لما بتحصل بتبدا تشغل الابيتايت سنتر فتشعرك بالجوع والابيتايت سنتر بيشغل الميكس ويعمل لك كونتراكشن في الديستال كونتراكت. معايا؟ بس مش ده الموضوع. ما قلتيش معايا سنه اولى؟ مش في دكتوره راح من البلاد البعيده وكان اسمه هايبوثالاموس عنده في تون سنتر وسيتاتي سنتر بتاع الجوع والشبع. وكان في بعدهم ثلاثه وسهم طالع وسهم نازل واحد كان فاهم حاجه. فاهم طيب؟ مش عارف انا عايز اقول لك صور البود بس مش شايف في حاجه تتصور بس صور بقى. مالها البود يعني؟ البود جميله. ايام عيد. فانا قررت بقى ان انا اشرح الحقيقه موضوع مهم. يعني بيني وبينكم كل الكلام اللي احنا قلناه ده كلام لطيف وظريف بس التطبيقات بتاعته ايه؟ التطبيقات بتاعته هو بشار اهم حاجه فيها هي المواطن. التشجيع بقى المواطن. فاولا ما هو المواطن؟ ما هي اسبابه؟ وما هي مشاكله؟ وازاي بيحصل؟ فبداية الفومتنج هو ريفلكس اكسبانشن اوف ذا لاست كونتنت. يعني حضرتك هتطلع مكونات او محتويات المعده عبر الفم. هو المفروض يا حسن ان محتويات المعده تمشي من الفاينلس وتنزل تحت. لكن لاسباب ما فالجاز الكونتنت هتطلع تاني. ايه الاسباب اللي بتخلي الواحد يرجع؟ فقال لك يا حنين البني ادم مننا بيرجع لسبب من اثنين يا اما ريفلكس يا اما سنت ضل. فقلت لهم يعني ايه ريفلكس؟ قال لك يعني في حاجه عامله اريتيشن في حاجه عامله تهيج. جايز يكون هذا الاريتيشن يا محمد المصطفى حضرتك واكل ملابس ملوثه فمعدتك عايزه تخلص منها فمش هتستمر تنزلها لا 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 قررنا ان احنا المفروض نتطور. جايز يعملها الريتكشن ان حضرتك عماله تعملي تاتشنج للتنج بتاعك يعني عماله تدخلي صباعك جوه حلق كده وتلمسي البوستيريور اسبكت اوف ذا تانج ده بيرفلكس الفوميتنج. ايه؟ شبه الجاي بس بنكمل. جاي بس انما لو كمل يبقى دي الاسباب الريفلكس. بالاسباب السنتر قال لك الاسباب السنتر هي مشاكل عند السي ان اس. واحده منهم هي الهايبوكسيا. بعض الكيميكالز عشان كده في علم الفارماكولوجي كل الادويه تقريبا اللي انت خدتها خدت من ضمن السايد افكتس بتاعتها تمام. الموشن سيكنس اللي احنا خدناه في سنه ثانيه لما قلنا ان حضرتك بتبقى قاعد في مكان اشارات الفيستيبيول غير اشارات عينيه فالسي ان اس يتلخبط فيبدا يعمل حاجات كده من ضمنها احتمال بوكتنج. معايا ستيفن؟ اسف انا معاك. يبقى تاني البني ادم بيرجع عليه دكتور شويه لما كان في واحد عنده بوكتنج قصدي الدكتور يقول لي المشاكل الكبيره اللي بتخلي العيل ده دكاتره. معلش يا زملاء واضح ان الموضوع ده مش عندي بس كدكاتره ما بنختارش احنا عليك ايه. فكلموني قالوا لي انا براجع بعض الدكاتره فكرت لازم تشوف الاسباب. انت هتعالج بس وانت بتعالج اللي بعد كده عمل الاشكال. انت كانت حاجه ملوثه ده ما فيهاش جوع خدت دواء ما ده برضه من الحاجات الشائعه في حالات قليله ممكن تبقى هايبوكسيا ممكن في حالات قليله ممكن تبقى موشن سيكنس. المهم ما بتحكي هو اللي حصل. اوعى تفكر ان المعده اتخبط. اوعى. ليه؟ لو انت قلت فاهم حاجه
خبط الاكل هيطلع هنا مش هيطلع فوق خالص هيطلع فوق خالص ليه؟ انا عندي مساحه فوق هل فاهم حاجه؟ اذا المعده توتالي مثلا المعده هتسعي امال لما المعده بتسعي امال ايه اللي بيحصل؟ قال لك المعده هتسعي وهناخد ديب انسبيريشن وبعدين تبدا عضلات البطن هي اللي تنقبض فلما عضلات البطن هي اللي بتنقبض جامد تضغط جوه والمعده توتالي فاسد والمحبس ده مقفول فالمعده تتعصر المعده ايه؟ فالمحبس ده هو اللي يفتح هل فاهم حاجه؟ يبقى في الفومتنج ايه اللي بيحصل يا سوبر؟ استنى بس عضلات البطن المعده لا تنقبض ومين اللي انقبضت؟ الابدومين اللي هو المصري هم عاملين بيرشل بوست برو فالبيرشل بوست دوت بوست جامد والمعده مريحه وسايبه نفسها ما بتقومش فاتعصرت والمحبس ده هو اللي فتح طب هو ايه اللي حصل؟ اتعصرت الكونتنس طلع لفوق اوعي يا ميزه تنسي اني هعمل نفس البروتكتيف ريفلكس بتاعت سوالو اصل انا خايف احسن تربيعي يجي من الالف فارفع صوتي خايف احسن يخش التركيه او عامل ايه؟ اقفل الاحبال الصوتيه وارفع الهيبوتس واعمل ابنيا يبقى زي السوالوينج ابنيا هناك فوميتنج هناك ايه؟ حد فاهم اللي انا بقوله؟ فالتربيع سوري يعني معلش احنا دكاتره هنعمل ايه؟ هيلاقي نفسه مضطر يخرج فقط من الماوث بعضكم عايز يقول بس انتوا ساعات الواحد هو اللي يرجع الكوكب ينزل من الف وانا عارف طب ما انت ساعات بتشتغل ولا بتكتب الميكانيزم اللي احنا بنشرحها البروتكتيف طبعا ممتازه ورائعه لكن احيانا ما تحصلش بالدقه المطلوبه وربنا سبحانه وتعالى متعمد وربنا كان ممكن يخلقك كائن قبل الخلود عمرك ما تشرق وعمرك ما تموت ماشي بس احنا كده نقعد كلنا مع بعض او سيدنا ادم وجاي داخل واحد كلنا قاعدين جنب بعض فكان لازم الميكانيزمات نفسها مع الوقت يبقى وارد ان يحصل فيها خلل وده اللي بيعمل الامراض والامراض هي موتك موجود دوت في نفس المنظومه يبقى الميكانيزمات البروتكتيف موجوده ايوه كفر ايوه 100% لا تمام لكن الريفلكس بتحصل ولا لا يا مجدي معايا ايه مشاكل التدريع حتى لو احنا ما خدناش الاستومك جواها ايه بس انتوا عارفين ان فيها اتش سي ال فالعيال لما يرجع يفقد الهيدروجين يفقد الحمض والكالوكس كده يا حسن هي الانتبايوتيك ولا ميتابوليك؟ ميتابوليك تنفس منه الموضوع ده لو اول حاجه تجيله ايه؟ ميتابوليك الكالوكس وهيفقد الكلورايد فيجيله حاجه اسمها هايبوكلوريميا والمعده وهنبقى نفهم الكلام ده بعدين بيبقى فيها بوتاسيوم فيحصل له هايبوكالينيا ولو رجع جامد قوي فهو بيفقد ميه وغالبا ما بيبقاش عارف يشرب فممكن يخش في هايدريشن ممكن يخش في ايه؟ ميزان التربيع مشكله كبيره يا حسن لازم تاخد بالك من العيال اللي عنده فومتنج وعيال عنده دايريه بس ما يكونش تركيزك انك توقفهم قد ما يكون تركيزك هو السبب ايه وانك تعوضهم اللي بيفقدوه فاهمين؟ يعني واحد عنده دايريه قلنا الكلام ده قبل كده في مره ما تركزش انك توقف الدايريه ايه المشكله؟ وعوض الميه اللي بيحصل واحد عنده فومتنج، الفومتنج طبعا بنوقفه تمام؟ بس الاهم هو ايه اللي عامل الفومتنج؟ معدته متهمه فلو اكل بلاوي سودا فلازم تديله مضادات اصلا بدل ما يخش منها في توكسيميا ولا عنده هيبوكسيا ولا عنده اسيدوزس معايا؟ صعب الكلام ده؟